مهم فجاني الحركة قلت له يلا نمشيو سبيطار ويصرفقني جوج تصرفيقات ويقول لي انت كتفلي ما فيكش الحريق اللي الكامل وانا معاك. قلت له كنتي معايا كنتي ناعس انا اللي كنت كنتوجع ماشي انت. المهم فاش صرفقني انا كان عندي واحد الكاس في يدي ضربته مع الارض كان صافي كله ولا جاج. فاش وقفت وقفت على داك الجاج وقاصني في رجلي وداك الشيء قلت له بعد مني قلت لي ما بقيتش بغيت نمشي للسبيطار انا بغيت نموت هنا نولد هنا سير يبعد مني ما بقيتش بغيت نشوفك. حتى شي واحد ما وقف معايا حتى شي واحد ما وقف معايا نهائيا من غير الام والاب ديالي. هما دائما دابا فاش كيهضروا كيقول لك نهار نموت انا ولا هي ما كاينش اللي عقل عليك انا تدار في الاخر تدار ما عندكش فين تسكن. تعرفت على واحد الشخص بحكم الاخت ديالي مشات تولد تعرفت عليه في الولاده ديالها. في الاول شافني كاعجاب وداك الشيء ابري جاو مالين الدار هضروا معاه وداك الشيء قال لهم راه عجبتني البنت وداك الشيء. انا فاش جاو عندي مالين الدار الوالد قال لي هاد الولد راه كان خدام هو في السبيطار السويسي. قلت لهم انا يا هما راه عارفين بلي انا كنت باغا نكمل قرايتي ونكمل الدراسه ديالي اش كنت باغا نوصل لشحال من حاجه. صافي بقات هكاك حتى ولدات الاخت ديالي مشات كلشي داس على خير. كنكتشف واحد النهار اتصل بيا الو السلام عليكم معك فلان شكون معايا كذا. قلت لي شكون عطاك المرتي قال لي عطاتني المرتك وحده ما عرفتش انا شكون. المهم قال لي غير انا راه عجبتيني بزاف وجيتيني بنت داركم والديك اللي عمرها دار وداك الشيء بغيتك زوجه. قلت لي انا ما يمكنش لي حيت حاليا ما كنفكرش في المسؤوليه وفي الزواج. المهم بقى عليا بالميساجات وداك الشيء بقى وقعنا بحال هكاك شويه. صافي قلت نعطي فرصه صافي تلاقينا هضرنا بحكم عارفين والدي حيت ديجا هو هضر معاهم بقينا كنهضروا. انا ما عرفتش ما شعرتش على راسي حتى قبلت به كشخص واخا ما كنعرفوش ما تعرفتش ليه ما هضرتش ما درناش علاقه. ما عرفتش انا شنو وقع ليا واش كنت كنبلغ من العمر 17 سنه واش ما عرفتش. المهم من بعد دازت خطوبه داز الزواج وكتبدا المعاناه القاسيه اللي كتبدا من 17 سنه. واخا صعيب ان تقول زعما بنت قاصير تزوجات في داك السن حيت حنا في المجتمع كل شيء ساهل يعني اي حاجه بغيتيها راه غادي توصل ليها. والديا قالوا باللي البنت قصيره وداك الشيء ولكن منين تعرفوا على داك الشخص وعرفوا والديه قالوا هذا الشخص يمكن غادي يكبروا بجوج يعرفوا بعضياتهم بجوج يعني في الزواج في الحلال. بحكم انا كنت في الدراسه ما كملتش وداك الشيء. المهم هي هذيك صافي بدات المعاناه القاسيه معاه. فاش تزوجنا الشهر الاول الثاني كنكتشف بلي داك السيد وسواس بزاف فيه الشكل درجه كبيره حيت هما تقريبا كيامنوا بداك الشيء الشعوذه والسحر حيت ديجا كانوا يمكن باغيين يزوجونه بنت خالته لكن فاش يعني بغاني يتزوج بيا وداك الشيء ولات المعاناه بزاف. ديما كيجي يزدحي ليا البيبان سحرتي ليا كديري ليا كيفاش تزوجت بيك كتسحري لي كنحط ليها هكا الماكله كيقول لي كولي حتى تاكلي زعما من قدامك عاد ناكل انا. كيجيب لي هذيك الخضره القديمه كيخلينيش نخرج ما كيتهلاش فيا دائما الضرب دائما المعاناه بزاف. اكتشفت بلي انا حامله من بعد 3 شهور 4. انا واخا كنت كناخذ داك الفانيد ولكن ما كنتش يمكن مضبوط الوقت. صافي حنا في الاول كنا غادي نديروا الطلاق اتفاقي ولكن مني عرفت راني حامله ما بغاوش سميتو نطلقوا. هذا منين بدات المعاناه في الحموله كنت كنتوحم على الدلاح ما جابوش ليا في الوقت يعني ما قالك ما لقيتوش وما كاينش ما كانش فوقتو جابوا ليا الاخ ديالي. المهم دوزت المعاناه معاه بزاف بزاف ديال بزاف.
انا حامله وما كيتكرفص عليا ما كيتهلاش فيا كيقول لي المهم هو عنده فمه هي كتسحري ليا كديري ليا. انا كنت كنعرف ندير داكشي راه هذيك حاجه اخرى، ولكن ما انا ما تربيتش هكا الحمد لله. والدينا ربونا تربيه حسنه، ما كانش فينا شي حاجه اللي ما مزياناش، وهو اللي كانوا خواتاته اصلا مزيانين كره بقوا مع رجالهم، ولكن الحمد لله. المهم دازت 8 شهور بعدا في الحمل ديالي، واحد النهار كان عنده كونجي خلاني انا سيمانه في الدار كنبات هي بالرقيه العذاب الحريق، وكان عندي فقر الدم حد لا ياخذ فيه الحق. ما كانش عنده نهائيا الحنان ديال انه يكون زوج، ما كانش نهائيا. خلاني 8 شهور في كرشي ومشى قال لك يدوز الكونجي، دوز الكونجي ومخلي الفلوس للسمسار اللي كان فوق منا كيقول لي شري لها الخبز، وكيشري لي داك الخضره الخايبه ويجيبها لي للثلاجه. وانا صافي هذيك السيمانه اي المعاناه وكان اي القران والرقيه كنبات بها، يعني ما عندي لا تليفون اتصل بوالديا لا شي، محيدو ليا حيت هو اصلا فيه الوسواس ومريض كيقول لك كتسحري ليا كتصلي بشي حد كيسحر ليا كيدير ليا كيفعل ليا. المهم دازت من شهر 9 شهور، نهار غدا نولد نهار مشينا جاني الحريق، مشينا بنفس السويسي كتقول لي الطبيبه خصك تمشاي وداكشي باش تقدر تفتح لي الوالده وداكشي. المهم هو دخل لواحد البيت نعس تما، وانا بقيت غير بوحدي كنمشي كنجي. وصلت 6 الصباح مشى مني الحريق، قلت ليها يلاه نمشيو دابا للدار نقدر نجمع داكشي بدماغ، عاوتاني جاني الحريق. اي وصلنا دخل هو للصالون الناس، انا بقيت عاوتاني جاني الحريق. المهم فاش جاني الحريق قلت ليه يلا نمشيو للسبيطار، ويصرفقني جوج تصرفيقات ويقول لي انت كتفلاي ما فيكش الحريق اللي الكامل وانا معاك. قلت ليه كنتي معايا كنتي ناعس، انا اللي كنت كنتوجع ماشي انت. المهم فاش صرفقني انا كان عندي واحد الكاس في يدي ضربته مع الارض، كان صافي كله ولا جاج. فاش وقفت وقفت على داك الجاج وقاسني في رجلي وداك الشيء، قلت ليه بعد مني قلت لي ما بقيتش بغيت نمشي للسبيطار، انا بغيت نموت هنا نولد هنا، سير هي بعد مني ما بقيتش بغيت نشوفك. صافي هبط هو يطلع عندي واحد السيده الله يعمرها دار كنشكرها بزاف، طلعت بقات كتقرا عليا شويه القران لان كان عندي الحريق هكا اللور، كتقرا عليا الحي والقيوم وهذا شويه. صافي تداوني للسبيطار، دازت تقريبا 10 المينيج دخلوني باش نولد. بدا الالم لان انا عندي فقر الدم حاد، وما كانش في ما كانش اللي يعاونني هو بحكم انا كياخذ لي دواء فقر الدم، ما كانش داك يعاونني زعما يشري لي التغذيه اللي خصها ناخذها متوازنه وداكشي. ما درناش طلاق اتفاقي من بعدي فاش ولدت وداكشي، مشيت رجعنا للدار جات الام ديالي قابلتني وداك الشيء. في الاول كان كيبان يمكن غيتبدل، ولكن هي عند تماك عرفاتو على حقيقته، بقات كتصرف من عندها وانا والده في الدار وداك الشيء، عرفات كل شيء، عرفات فاش كيحط لي نحطو الماكله، عرفات فاش كنحطو الماكله هكا كتشوفو كيفاش كياكل قدامي كيقول لك راه صاحره ليا او لا دايره ليا، كتشوف كيفاش كيدخل من الخدمه كيحط صبرديله شوف في الماريو كتقول لك كيقول يمكن هي شافت كل شيء، مشات مقلقه مشات حيت ديجا ما كتش كنعاود لهم على المعاناه وداك الشيء الله يسمح لنا من الوالدين. المهم صافي دازت هي مده تقريبا 2 ونص، الاخت ديالي كانت مرضات مشيت طليت عليها ديت البنيه. صافي في مشيت في الصباح في العشيه كنكتشف عيطوا ليا الو السلام عليكم راه الدار بدات كتحرق راه شنو فيها، وهما كانوا هي مخطين على اساس انني نمشي فاش نخرج يهزوا لي الحوايج يهزوا الحوايج البنيه كل شيء الذهب اللي كانت شرات لي ماما الله ياخذ فيهم الحق. انا ما بقى فيا حتى شي حاجه، ولكن هذيك الشمسه عند الله ان شاء الله نتحاسب والله ياخذ الحق في الجميع والله ياخذ فيه الحق، حيت هو يعني تعدى عليا انا كنت بقى صغيره وما كنتش عارفه بزاف، هو ما عرفش ليا حيت كون كان عرف انسانه انا ماشي خايبه، ولكن الحمد لله راه كلشي كيعرفني الناس اللي حواليا طيبوا به بزاف. وكنت هكاك وبحكم انا داك المعاناه كنت كنفيق معاه الصباح ونوجد ليه الفطور وشحال من حاجه، واخا ما كنتش عارفه بزاف الحوايج وكنت كان دائما كنقول وقيله واخا هو كيدير معايا هكا يمكن غيتبدل، ولكن ما عمره ما تبدل وما عمره ما غاديش يتبدل لان فيه شي حاجه ما عمرها غادي تبدل.
حاليا دابا انا عندي مشكل واحد هو الكرا، لان فاش طلقت والديا دابا كارين ومعايا البنيه وانا خدامه على والديا، وعندي مشكل الكرا يعني، وبحكم ان الخدمه دابا ما كاينش الخدمه بزاف يعني، مره كتخدم مره كتجلس، عندي مشكل دائما تيدق عليك مول الكرا 1500. شنو الرساله الاخيره للناس اللي كيشوفوك دابا؟ انا رسالتي للناس هو اي واحد شاف هاد القصه ديالي كنتمنى اللي يقدر يساعدني. انا ما طالبش شي حاجه من شي واحد ولا كنسعى شي واحد، ولكن الحاجه الوحيده هو المعاناه ديالي هو الكرا دابا. انا ما كرهتش زعما تكون عندي داري بوحدي باش انا نحس، حيت حتى شي واحد ما وقف معايا، حتى شي واحد ما وقف معايا نهائيا من غير الام والاب ديالي. هما دائما دابا فاش كيهضروا كيقول لك نهار نموت انا ولا هي، ما كاينش اللي عقل عليك، لان حتى دار في الاخر حتى دار ما عندكش فين تسكن. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.